مثل تونسي جاتلك جاتلك، هذا هو بالضبط. العملية الانتخابية من الأول غير قانونية، باعتبار أن الهيئة الواطية اللا مستقلة للانتخابات ما طبقتش أحكام المحكمة الإدارية، واللي هي الناس الكل تعرف أنها أحكام باتة وواجبة التنفيذ. ثانيا، علاش الهيئة ما طبقتش الأحكام هذه؟ على خاطر قيس سعيد ما أن هيئته يعرف اللي شعبيته في انحدار، وبريسك تكون في القاع، والسونداجات الكل تثبت ذلك. ثالثا، اليوم يصير انقلاب جديد بعرض المقترح هذا المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، يزيد يبرهن أنه ليس فقط السيد عارف روحه خاسر أمام المنبر الزنايدي وعماد دايمي وعبيتي في المكي، بل يزيد يأكد أنه النتائج سيتم الطعن فيها وسيتم إسقاطها بالقانون، وبالتالي وقتها السيد يخسر الشرعية والمشروعية ولازم يروح. شنو هو ناوي قيس سعيد هذا؟ يحب يغور على البلاد بالقوة، هذا هو عبارة جاتلك جاتلك، معناها عبارة على قوة أجنبية جاي اليوم تستعمر تحتل فينا يا توانسة، وبالمكشوف مانيش نكذب عليه ومانيش نهو، يعني بالدستور الرئاسي، بالسلطات اللي عنده، بالبرلمان اللي حاطه في جيبه، بالهيئة الخاينة هذه، بأبواقه الإعلامية والمرتزقة، بالمنابر اللي تبندر له، بالبوليس اللي هرسل في الناس، بالساحة السياسية اللي مسحرة بال 54 وغيرها ورماهم في الحبوسات، واللي حل فمه يصبح يبحث، بالجمعيات اللي تهدد عليها، برجال الأعمال اللي ابتز فيهم وجنهم، كل يوم يسب فينا ويقسم فينا وردنا نكره بعضنا، وزيد رذلها البلاد وباعها للطلاين وأصبح عساس ويدخل في الأفارقة من الجزائر وما يخليهمش يسافروا مساكن ووحل فيهم في تونس، مما يخلق عديد من المشاكل. يعني السيد هذا اليوم عبارة على مستعمر تخلنا لبلادنا وبدأ يبيع فيها ويضر فيها، وهذا الكل وهو عافص على القانون والناس ساكت. يعني اللي عارف روحه ماشي حسب القانون ويقري في القانون فاش قام يعمل في الاساليب الملتويه هذه؟ راهو الشخص الوطني ما يغيرش قوانين اللعبه اثناء اللعبه واثناء المباراه، راهو الانسان صادق ما يعملش الغوره والعبث اللي عم فيه، راهو الانسان نظيف نظافته واستقامته في ممارساته وفي لسانه، والسيد هذا مش نظيف، راهو ما يعمل هذا كان المتآمر على بلاده اللي كيفك يا قيس سعيد، كان المحتكر للكرسي اللي كيفك، والكذاب والمش نظيف والباندي بالفويت اون افون والمجرم في حق شعبه وفي حق بلاده، على خاطر حيث يكون القانون يكون الوطن، غير ذلك غابة ومستنقع، مستنقع فيه قيس سعيد ومنظومته. أنا نتوجه لنواب البرلمان، بيان سور مش مرابط وجماعة بودربات، فيكم برشا شرفاء وتعرفوني ونعرفكم. مسؤوليتكم تاريخية اليوم قدام بلادكم قدام شعبكم، وراهو اللي باش تعملوه مخطر وخطير، وبالتالي احسبوها مليح وما تورطوش رواحكم، وراهي الريح باش تدور والمنظومة هذه باش تحاسب. احمي نفسك وما تتورطش في مستنقع قيس سعيد ومستنقع ابراهيم بودربالة، راهو غدوة تدور الريح وتقول يا ليتني. احسبوها مليح يا نواب البرلمان، مازال عندنا الامل في بعض الشرفاء فيكم، ولكن في الاخير هذه الانتخابات ساقطة لمحالة وغير شرعية وما فيها حتى مشروعية ولا تحترم القانون.